الله الذي يعلمنا جميعا ويحصينا فردا فردا. يا أخوانا أنا يعني كبروا الله، ما هو الدكتور الخطيب مجد أشياخه فيليق لي ووجب علي أن أمجد الله. اسمعوا، سمعتم أشياخه الذين مجدهم أبناء تسعة مثلي ومثلكم، واستهل أحدهم صارخا لا يسمع ولا يرى، أعلم علماء الأمة يستهل صارخا لا يسمع ولا يرى، لا أخوان، ثم جعلنا لكم السمع والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نحن وعلماء المذاهب الأربعة ننزل لا نعرف شيئا. بعض الناس من الوثنية التي عندهم ليجعل الناس يعبدون الشافعي، بيقول الشافعي لبث في بطن أمه 3 أعوام ونزلوا ببطن أمه سنان. ليش بيقولوا هيك؟ لتتبعوا الشافعي وتدعوا نبي الله، حتى إذا قال قولا لا تخالفوه. طيب، يوشك أن ينزل رجل ما أمناه رجل من شو؟ هو أم أشياخه؟ فبقول لك إنه في أمور مستجدة وفي أمور يلزم فيها الاجتهاد. يا عباد الله، حين ختم الله الدين فقال الآية 3 من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ها؟ لما قال هذا قال: وهو يعلم متى الساعة وعلى من تقوم الساعة ومن أول من يدخل الجنة والثاني والثالث والرابع حتى يدخلها آخرهم وكذلك النار، ويعرفك أنت يا حج بنسبك إلى أبيك آدم، ويعلم ما كسبت يداك وما كسبت يداي بالليل والنهار، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به وهو ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أمجد لكم ربكم. قال الله: يعلم ما تحمل كل أنثى، حدثوني من علمائكم مثل هذا ليفتي لنا بعدما أفتى الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. كل أنثى طبعا خطر ببالكم أناثيكم، صحيح؟ لا، مش كل أنثى، أنثى الشجر أنثى وأنثى البعوض أنثى، وكل أنثى. فقال الله: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، من علمائكم كذلك الكبير المتعال، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ماذا يعني عنده سواء منكم من أصر القول ومن جهر به؟ يعني إذا تكلمت في نفسك أو جهرت بصوتك سواء عنده ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار. كل واحد من علمائكم كذلك ليفتيكم بعدما أفتاكم الله. طيب، في آخر الرعد، هذه نفسها الرعد، قال في آخرها: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. قبلها بآيات قال: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ما هو؟ قرآن. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ولا الاجتهاد ولا القياس ولا شيء من هذا. اسمع ماذا قال: وقد مكروا مكرهم. كبروه، ما انتم سمعتوا تمجيد الخطيب لأشياخه، فاسمعوا تمجيد الله. خيانة أن يمجد غير الله في هذا البيت. قال: فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس. اسمع،
يعلم ما تكسب كل نفس. في السورة نفسها قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ هو يعلم ما تكسب كل نفس. كبروا. فالذي أفتاكم بعدما أفتاكم الله يعلم ما تكسب كل نفس. فإذا الله تبارك اسمه يعلم ما تكسب كل نفس ثم أفتانا بما أفتانا وأمسك عما أمسك عنه، فمن ذا الذي يتكلم بعد الله؟ الآن يعلم الله ما تكسب كل نفس. أقرب لكم يا أخوانا، تالله ورب هذا البيت لو شاء الله لأنزل لكل عبد منكم قرآنا باسمه، فيه اسمه واسم أبيه وأجله ورزقه وعمل يومه وليله ساعة بساعة وفتواه في كل مسألة آت عليه. يقدر أم لا يقدر؟ والله لو شاء لأنزل لكل واحد منكم قرآنا مع ملك يتبعه الملك بقرآنه بكتابه، هذا لك وليس لي، فيه اسمك واسم أبيك وعملك وأجلك وكل ما تستفتي تسأل فيفتيك الملك من الكتاب عن الله. يقدر أم لا يقدر؟ فلما أمسك ولم يفتي في أمور ما، فمن ذا الذي يفتي؟ عن هذا العلم أفتى وأمسك تبارك اسمه. فلا يفتيكم أحد بعد الله ورسوله، فمن أفتاكم بعد الله ورسوله فقد أفتاكم بغير دين. فلا تتدينوا، أنا بها زعيم، لا تتدينوا ليست بدين. من أفتاكم من غير الكتاب ومن غير قول رسول الله، يعني من عمل رأسه ورأيه، أفتاكم بغير دين، فكيف تتدينون لله بغير دين؟ حجة حجة. لو كان دينا فرجع عنه صاحبه أليس يكون كافرا؟ أليس يرجع العالم المجتهد عن رأيه؟ فقد رجع عن دينه وتركك في دين ورجع عنه. شيك يا أخوانا؟ صحيح؟